نقوم حاضرين الصينية بتاعتنا، دهنها بزبدة مع فرع بالدقيق، ونحطها في الفرن على الوش على الرف الوسطاني ربع ساعة، بتطلع بتحمر كده بنفس الشكل اللي شايفينه كده، ونسيها سيرب بارد، أهم حاجة السيرب يكون بارد خالص بس، ونبتدي نقطعها ونزينها بجوز سلندر من فوق. سهلة وبسيطة، جميلة أوي، يا رب تعجبكم.